السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزتي المشاهدين والمشاهدة، أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي البرد قارس، العشاء دابا غنوجد شي شوربة للعشاء، ما تغديناش مزيان الصراحة، تغدينا بشي حاجة خفيفة. وبغيت ندير العشاء، العشاء غندير غير شي حاجة نيت خفيفة. الله يبقاش عندي الشهية دابا، مابقيتش كناكل بزاف. المهم عندي واحد الشوربة غير بالخضر كتجي زوينة بزاف، غنوري لكم. ولكن الشوربة إيطالية، الأصل ديالها إيطالي. غنوري لكم الخضيره باش غادي ندير فيها. المهم اي خضره كتكون متوفره عندكم نتوما ديروها. بالنسبه لجوج ديال الناس انا غادي نوري لكم هنا انا وجاكم، جوج حبات ديال الجزر، جوج حبات ديال الثوم، جوج بطاطات صغار، واحد الطرف غير صغير يلا حليت واحد القريعه حيت ليها الطريف، واحد البصله، وهنا هاد لي طوماط سوغيز هكا اللي عندكم، اللي ما عندكمش ديروا واحد الحبه كبيره، وواحد العريش ديال المعدنوس هذا، والكرافس جابوا لي جاكم من البالكون دابا قلت لي خرج، هذا كينسمها بزاف. الا عندكم الكرافس ديروا ليها، راه كيجي فيها رائع بزاف ماشي غير شويه. غنطبوش عليكم، غنبداو على بركه الله. تنشعل الطنجره، كنشعل عليها النار، وغادي نوضع فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه هكا. اوكي صافي. وغنشد البصله هكا، وغادي نقسمها بهذا الشكل هذا، يعني طروفا يكونوا باينين كبار ماشي صغار. غنوضعهم هنايا، وفي نفس الوقت تكونوا دايرين واحد المقراج تيطيب ديال الماء، راه واحد هي دايره جن. وغادي نشد الجزر وغنقطعو هكا، طروفا باينين حتى هو، غنوضع الثوم حتى هي، بطاطا قسمتهم على صغار، الا كانوا كبارات قطعوهم شي تقطيعه باش يكونوا صغار. هنا على حساب البطاطا، يعني على حساب باش غتهزو بالمعلقه يتهز لكم داك الشيء في سميتو صافي. وغادي نقطع دابا هذا الكرافس تاع هو هكا، هاد الورق تاع هو كله غنديرو هاد الشيء ديالو، يعني ما غنخلي ليه حتى حاجه هكا. وهاد لي طوماط سوغيز ولا حبه ديال الطماطم تكون كبيره، وقسموها قسموها طريفات صغيورين بهاد الطريقه كيف ما كندير انا دابا هكا. اوكي صافي، غنوضعهم حتى هما هنا. اوكي هذا العويدات ديال الكرافس تا هما، ولا القزبر اللي عند المعدنوس هذا، القزبر تا هو اللي عندكم تا هو ديروه. نزيد واحد المعلقه باش غادي نحرك هانتوما، نكون خليت كاع هادشي كله في الزيت كيف ما كتشوفو صافي. دابا غادي نوضع ليها الماء هانتوما، غنطفي على هاد الماء، الماء يكون مغلي، مهم جدا الماء يكون غليان عندكم. ونغطي كلشي بالماء، غنكثر المرق لان المرق هو كلشي في هاد الشوربه هادي. ما غندير فيها لا تحميره لا تصفيره لا سكينجبير لا خرقوم لا حتى شي حاجه الا الملح وحده والزيت، لان الايطاليين ما تيديروش داكشي ديال سميتو، تيجي كلشي خفيف وزوين مع الليل، الاحسن ما نكثرش بزاف هذاك الشيء. وهي ايطاليا كيف ما قلت لكم، يعني غندير الاعشاب ديالهم. نونو كيابيامو اوبرودينو فيجيتال. اوكي قالك تنسميو حنايا البرودو فيجيتال، هذا راه فيجيتال نيت ما فيها لا لحم لا والو. ولكن ماشي برودو، راه فيه الخضره تاعكم. المهم غادي نخلي هاد القريعه، غادي نقطعها حتى هي مكعبات، ولكن ما غاديش نديرها دابا، غنديرها من بعد. ولكن غندير دابا واحد شويه ديال الملحه، الملحه اللي غادي ندير غنوريها لكم حتى هي، راه باقا في الفران الملحه اللي صاوبت جاكمو باقا ما طابتش، انا غنوريها لكم. كيصاوب واحد الملحه منسمه بالاعشاب زوينه، جاكمو وزلت هو ساليض سي بون. اوكي غندير الملحه كيف ما قلت لكم، نجيب واحد الشيفون نمسح يديا. اوكي حتى هي باقا في الفران، غنجيب واحد المعلقه. انتوما شوفوا معايا الملحه ديال جاكومو، شفتوها راه
طيبه قاطعه تسخن في الفران. وعاد بدل لها بلاطه، كنديرها فواحد البلاطه صغيره بدلها ليها دابا، قال لي باش تسخن مزيان. راه خارجه واحد الرائحه في الدار ما نعاودش لكم. غنهز واحد شويه دابا، نزيد واحد شويه هكا، وغادي نديرو دابا هنايا في الطنجره ديالي هكا كيفما كتشوفوا. بيرفكتو بونو. صافي هاد الملح راه غتنسمها وغتعطيها واحد المذاق، وغنتلاقى معكم من بعد واحد 20 دقيقه. غنخليها واحد 20 دقيقه ونتلاقى معكم ان شاء الله. خليو الملح يتراكموا، راه قبيله هو دايره باقا ما كملاتش ليه الوقت ديالها، ونتلاقاو من بعد 20 دقيقه ان شاء الله. هنا من بعد مرور 20 ديال الدقائق، ها نتوما شوفوا معايا الشوربه كي تصبح، ها هي الخضيره ديالها. دابا غادي نضيف ليها هاد القريعه وغنخليها عاوتاني واحد 10 ديال الدقائق اخرى حتى تطيب داك القريعه حتى هي وتنسجم مع ديك الخضيره، ونتلاقى معكم. رانا ناقص عليها النار، يلا نتلاقاو من بعد عاوتاني. الشوربه ها هي وجدات، طفيت عليها واحد 5 دقائق هادي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. دابا صافي غادي نديرها في هاد السوبيرات هادو. جبت هاد الحلال بهادو فاش غادي نشربوها اليوم، وكنبدا نهز ونوضع هنايا. نقسم بعدا الخضيره هي الاولى، وعاد نقسم هذاك المراق تاعو. راه كتجي رائعه وكتسخن في هاد البرد، تسخن بزاف ماشي غير شويه. نتمنى تجربوها، انا راه ما كنكرهش هادي، نشربها كل نهار في البرد، ندير هذاك المراق ديالها كيكون زوين. والله ما كنكرهها كل عشيه، انا كاع هادشي اللي فيه هاد البرود وهذا تيعجبني. خلاص جاكم مور كيف ما طوع على هاد الماء هذا، تيقول لي هو دير لي غير الماء، دير فيه غير البصله والكرافس وعطي لي نشربو في الليل. تنقول لي مازال الوقت على داك الشيء، دابا نعطي لك بيافانتي. اوكي صافي. هنا من بعد ما خويتها دابا غادي ندير ليها واحد هاد لي تجيرمي، هادوك ديال التنبيت ديال القمح، داك التنبيت ديالو تيبسوهم وتيتباعو هكا في المحلات بيو. غادي نديرهم انايا هنايا، وغنديرهم ليا انا، قلنا مزيانين ليا الكواتر بزاف ديال الحوايج. وغندير معاهم واحد شويه ديال الجبن، غير شويه ما نقويش. تاكم بغي فرماتو صحيح. اوكي جاكمو ما عرفتش بغا يدير هو سميتها غوتشا ديال بيكانتي، بغا يدير الزيت الحار، وبغا يدير واحد العشبه، عشبه اخرى هو. اوكي بغا يدير الزيت الحار، ها هو قال لي دير الزيت الحار هكا. اوكي صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا ديال الخضر النباتيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه سوجا.